شو عم تعملين؟ ليه اخترعوا الباب؟ شلون يعني؟ الباب ليه اخترعوه؟ ليش تركتني نايم كذا هالقد؟ شفتك تعبان من بعد الغداء، قلت بتركك ترتاح. تاني مرة دق الباب قبل ما تفوت، ايه؟ ليش ما دقيته أنا قبل شوي؟ أما شفت حالك كيف فت مثل الدب؟ صعب إني كنت عم غير ثيابي مثلاً. ايه أحلى. يي؟ ليك أنا بنقص، ما فيك تفوت علي هيك مثل ما بدك. أنت طلبت مني أجي أعيش عندك، من هلا ورايح في قصص معينة لازم تتعود عليها. بتعرفي اللي جاب الدب لكرمه؟ إذا ندمان بفل. تعي تعي تعي، وين رايحة؟ فتح مهلك، أمري لله. شو بدي ساوي؟ هاتي لشوف، خبريني ليش فارتيهم كل هدول؟ عم شوف شو المنيح وشو بده كب. أيوة منيح، برافو. أنت شو بتعمل بهالبيت دخلك؟ شلون يعني شو قصدي؟ يعني من هلا لتنام شو بتعمل؟ بدخن. بس؟ بتفرج على التلفزيون. بتعرف تلعب طاولة؟ انتي بتعرفي؟ أنا اللي بعرف، محبوسة وفرنجية، بس بلعب على شرط. ايوه صار لي سنتين ببيروت ولهلا ما لقيت حدا يلعبني. مش حلوة تخسر من أول دق. عاجبني حماسك. قلت لك رح نلعب وعلى شرط. وشو هو الشرط؟ إذا أنت خسرت بدك تقضي نهار كامل عم تنفذ شو ما أطلب منك. طلبات مثل شو يعني مثلا؟ شو ما بدي. فيي أطلب منك تروح تجيب لي شوكولا، فيي أطلب منك تعمل لي القهوة تقيلة مثل ما أنا بحبها، فيي أطلب تخدمني كل النهار بالبيت، فيي أطلب لبن العصفور. المهم أنت تنفذ. يا ستي علي باب دارك قد ما فيكي. ما فهمت. يعني كبري شرطك قد ما بدك، لأنه بالقفلة رح تخسري، وإذا خسرتي بدك ترقصيلي. فكر بالموضوع.